ندخل في حلقة سؤال النهاردة. سؤال النهاردة بيقول ايه هي اكلات الشبع لما اكون جعان اكل ايه؟ اول حاجة عايز اكلمكم على الجوع. ناس كتير بتروح تعمل انظمة غذائية قاسية وبتجوع نفسها لدرجة ان هي بتعمل حاجة اسمها OMD only one meal a day، يعني بتاكل مرة واحدة في اليوم عشان تخس. والكلام ده غلط خالص، غلط خالص. ليه؟ لان انا مهما استحمل الجوع اقدر استحمل يوم اتنين اسبوع اتنين، بس ما اقدرش استحمل شهر واتنين. وبيحصل لي حاجة بعد كده اسمها الشراهة. يعني ايه الشراهة؟ يعني بعد ما كنت باكل مثلا رغيف ارجع اكل 3، بعد ما خسيت 5 سنتي ارجعهم 15 سنتي. ومن هنا بنقول ان الجوع ده مرفوض جدا. لا بالعكس، لازم اقسم الوجبات 5 مرات في اليوم، كل 3 ساعات وجبة، 3 اساسي و2 فرعي، عشان اشغل معدل الحرق 5 مرات في اليوم، طلع انسولين واحرق 5 مرات في اليوم، وعشان ما احسش بالجوع. طب جوعت اعمل ايه؟ اول حاجة اشرب كوبايتين مية. طب بعد كوبايتين مية لسه جعان اعمل ايه؟ اختار اي اكله من الاكلات قليله السعرات وقليله المؤشر الجلوكوزي. خيار ماشي، جزر ماشي، كيوي ماشي، طماطم ماشي، خس ماشي، برتقال ماشي، كل دي بطاطا مشويه ماشي، كل دي اكلات تسد الشبع وفيها الياف وتفيد الجسم. شاهدوا الفيديو ده عشان الناس تستفاد. وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحه العامه.